شكرا جزيلا للزميل العزيز كابتن سيف زاهر، والشكر موصول للنجوم الكبار كابتن أيمن يونس والكابتن وليد صلاح الدين والكابتن أحمد حسن، بشكركم شكرا جزيلا. بلادي بلادي لك حبي وفؤادي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، أصدقائي في كل مكان، كلما بدأ السباق ازداد العشاق ترقب وشغف واشتياق، وكلما يتجدد الصراع يبدأ الإبداع ورحلة الإثارة والإمتاع، وما بين الفرح والانكسار والهزيمة والانتصار، الكل يا أصدقائي الآن قاعد، الآن قاعد على نار. أهلا بكم مشاهدينا، مشاهدي أون تايم سبورتس في كل مكان. نحن الآن في عالم الساحرة المستديرة، عالم الخيال والجمال، عالم تتحقق فيه الأمال، ونرى سويا طريق الأبطال وحدوتة كرة القدم المصرية، الحدوتة الجميلة الأكثر إثارة وندية وتنافسية، والتي أصبحت أصدقائي عبر السنين حقيقة واقعية يتنفسها ويعشقها الملايين من جماهير القطبين، وهو أصدقائي لقاء القمة، لقاء الأساطير، لقاء المشاهير، الأهلي والزمالك، الفارس الأبيض والمارد الأحمر، قمة الإثارة، قمة التحدي، وقمة الجماهير، وهو الديربي الأعرق والأقوى في إفريقيا والشرق الأوسط. والكل الآن أصدقائي يترقب هذا المساء، ويا له من مساء، مساء القمة 127، الزمالك والأهلي، ولقاء في بطولة الدوري، دوري نايل، حيث القوارب الشراعية تبحر نحو اللقب والدرع رقم 65. الزمالك والأهلي أصدقائي وجها لوجه في ليلة استثنائية وتنافس استثنائي، والثلاث نقاط والزعامة والانتصارات حلم وسعادة وأمنيات. تعالوا مشاهدينا سويا نرى ونتابع قصة القمة 127 وتفاصيل الحكاية، تشكيلة الفريقين. النهاردة جوزيه جوميز المدير الفني البرتغالي بتبديل وحيد عن آخر اللقاءات والانتصارات بثلاثيات، بيبدأ بمحمد عواد في حراسة المرمى، رباعي في خط الظهر فتوح، حسام متيب، المسلوسي عمر جابر، قدامهم دونجا، ثم رباعي في وسط الملعب ثلاثة من أصدقاء الأمس ومنافسي اليوم، عبد الله السعيد، أحمد حمدي، ناصر ماهر، والسهم الأبيض أحمد زيزو، وفي الأمام سيف الجزيري. على الجانب الآخر السويسري مارسيل كورر بخمس تبديلات وتعديلات عن آخر اللقاءات، والفوز بهدف وحيد لوسام على زد اف سي. بيبدأ النهاردة النادي الأهلي بمصطفى شوبير في حراسة المرمى، رباعي في خط الظهر محمد هاني، عبد المنعم، رامي ربيعة، علي معلول، قدامهم كوكا وكريم نيدفيد ومحمد مجدي قفشه، ومثلث امامي للمارد الاحمر مكون من طاهر محمد طاهر وعمر كمال وانطوني موديز. الصافره المصريه اصدقائي تحكم لقاء القمه في تاريخ القمه للمره 48، والمره الثانيه ابراهيم نور الدين يدي الاذن بانطلاق القمه رقم 127، الزمالك والاهلي، واللقاء المؤجل اصدقائي من الجولة العشرة. على بركة الله انطلقت صافرة البداية، بداية هذا اللقاء الهام، اللقاء المرتقب، قمة كرة القدم المصرية، يوم الحلويات والقطايف واللطايف والإبداعات وكل اللي نفسك فيه. الكرة الأمامية مرة تانية، طاهر بيلعب كرة عرضية، وادي راسية من عمر كمال، لكن فين؟ بيسعى في خامس لقاء ليه بقميص النادي الاهلي بعد انتقاله في انتقالات يناير، ان هو يسجل اول اهدافه، لكن عنده هدفين مع مودرن فيوتشر عمر كمال هذا الموسم في دوري نايل. محمد هاني التمريره الاماميه، عبد الله بيعمل تمريره اماميه، تحرك من سيف، لكن شوبير في المكان، ادي كوره وضغط، وادي زيزو السهم الزملكاوي، لكن يرجع رامي ربيعه وابراهيم نور الدين يشير باستمرار الكوره، فرصه كبيره جدا جدا، اتاخر رامي وضغط احمد سيد زيزو، لكن رجع رامي ربيعه وصحح الاخطاء، واقع زيزو سلامات،
السهم الابيض الجولدن بوي للقلعة البيضاء احمد السيد زيزو، هو كبير الهدافين للقلعة البيضاء في لقاءات القمة بثلاث اهداف. بصوا حضراتكم الضغط يا عيني عليه، عمل انطلاقة قوية، وادي التدخل من رامي ربيعة قريب، ابراهيم نور الدين ولم يحتسب اخطاء، لو فيها اخطاء هتبقى فيها كلام، لكن زقها رامي ربيعة. لكن شفنا تمريرة عبد الله المباختة السريعة اللي أوجدت أخطر فرصة اللي على ضوءها بيخرج زيزو الجولدن بوي والسهم الأبيض الزملكاوي. خسارة كبيرة جدا جدا لنادي الزمالك بإصابة أحمد سيد زيزو، زعلان غضبان، لكن سلامات هينزل موتيابا اللاعب الاوغندي صاحب ال 18 عام، عنده لمسات وعنده ابداعات الولد الاوغندي، هنشوفه النهارده في لقاء القمه، لقاء دايما بيولد فيه النجوم. هل يا ترى موتيابا على موعد في هذا اللقاء؟ هنتابع ونشوف. سلامات لزيزو، تقدم علي معلول، الرابطة هاتوا خد مع طاهر، ممكن يلعب العرضية، وادي العرضية، وادي اللمسة من عواد، لمسة ذكية جدا جدا عواد. عبد الله السعيد بالقدم الحديد، ضربة حرة مباشرة على بعد تقريبا 22 متر، عشان كده حائط بشري مكون من خمس لاعبين وعمر كمال عامل ستارة أرضية. هنشوف عبد الله هيقدم لنا ايه. مميز عبد الله وبيحط تسديده قويه، لكن عليت من عبد الله السعيد، واحد من نجوم نادي المئه في دوري نايل عبد الله السعيد، مشوار كبير جدا جدا من موسم 2001 لموسم 2024 مع القلعه الصفراء ثم القلعه الحمراء ثم بيراميدز واخيرا مع القلعه البيضاء والفارس الابيض نادي الزمالك. كرة في قلب الملعب، توغل وتقدم لكن مقطوعة من جديد من كوكا حسام متيب، تدخلات، ودي كرة في الأمام سيف الجزيري، هل مفيش تسللات؟ ودي تسديدة، فرصة كبيرة جدا جدا، لكن عمل الديلي المساعد الثاني ورايا وسفارة تسلل، لمسة من أحمد حمدي، ناصر يتابع يعمل كنترول، ومرة تانية تمريرة عند ناصر، ادي التحرك من سيف، وادي التسديدة، وشوبير مرة تانية، وجول جول 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 في الدقيقة 44، اديني سيف وكمان سيف من تمريرة تسعد الجماهير البيضاء في الدقيقة الأخيرة من عمر وزمن الشوط الأول الدولي التونسي. سيف الجزيري يدي الحماس والراحة والاطمئنان لجوزيه جوميز، لكن بص شوف الحكاية، وبص شوف الرواية، وبص شوف التمريرة العبقرية من ناصر اللي ضرب خط ظهر النادي الأهلي، الأولى صدها شوبير لكن الثانية على طول. سيف الجزيري يفتتح التسجيل أصدقائي في لقاء القمة 127، اديني سيف وكمان سيف، وقدم لي الهدف الاول في الدقيقة 44 علشان يتقدم الفارس الابيض اصدقائي باول اهداف القمة ويتقدم على المارد الاحمر 1-0. اول محاولة واول انطلاقة واول ضرب لمصيدة التسلل من الهداف القدير، واول اهداف سيف الجزيري في لقاءات القمة في بطولة الدوري يسجله في القمة 127. محمد مجدي قفشة بنلعب في الدقيقة 50، لكن نظرا للإصابات أكيد الأربع دقايق هيضيف، ولكن في هذه الأثناء أصدقائي إبراهيم نور الدين يسدل الستار على منتصف القصة ومنتصف الحوار بتقدم زملكاوي بهدف سيف الجزيري في الدقيقة 44 إلى الملتقى مع بداية الشوط الثاني. تحياتي أيمن الكاشف، إلى اللقاء. بيستعد لسافرة
بداية الشوط الثاني اللي بنتوقعه شكل تاني وطعم تاني. الفارس الأبيض متقدم 1-0 والأهلي بيبحث عن ردة الفعل، ونشوف الحوار ونستمتع بلقاء من نار، لقاء الكبار، الزمالك والأهلي في دوري نايل، دوري اللقب 65. على بركة الله انطلقت صافرة بداية الشوط الثاني. بس مرة تانية هاني ثنائي الجبهة اليمنى عمرو السولية والقمة رقم 12، ودي أول تسديدات السولية. عمرو السولية أبو ليلى اللي بيشارك في هذا الموسم عمرو السولية للمرة الرابعة، لكن مباراة القمة رقم 12. ادي جماهير الفارس الابيض اللي بقول لحضراتكم كان عندها امال كبيره، ودي سيف الجزيري عدى وفات، ودي الكوره، وايه هل فيها خطا؟ فيها ركله جزاء، ركله جزاء بمهاره كبيره وعزف سولو من سيف الجزيري، بيعدي واحد والتاني من رامي وعبد المنعم، وابراهيم نور الدين لم يتردد في الدقيقة 54 من احتساب ركلة الجزاء. عدى بمهارة واقتدار سيف الجزيري. بصوا لحضراتكم ادي الخطأ من عبد المنعم، وعدى من رامي، وادي الالتحام، الخطأ موجود، الخطأ موجود من رامي ربيعة، الخطأ كان في البداية من عبد المنعم، لكن ارتباك شديد وتدخل غير منضبط من رامي ربيعة، وركلة الجزاء اتردد فيها ابراهيم نور الدين، لكن عاد واحتسب القرار، وركلة الجزاء في الدقيقة 54 لمصلحة القلعة البيضاء. ركلة الجزاء هي ركلة الجزاء رقم 64 في بطولة الدوري، هيلجأ الى حكام الفار المتواجد فيه محمد عادل ومساعديه. النهارده في اتنين مساعدين، عاطف حسين ومحمود ابو الرجال. لكن من الارقام المثيرة الغريبة العجيبة، طبعا حضراتكم الكل على اعصابه، جماهير الاهلي عايزاها تعدي، وجماهير نادي الزمالك عايزاها ركلة الجزاء. هل لمسها رامي ربيعة؟ والله لمسها وما فيهاش اخطاء. تخيلوا حضراتكم ادي الاخطاء اللي ممكن تحدث من الرؤية السريعة، الله يكون في عون التحكيم. لكن مع تواجد الفار بندقق وناخد القرار بعد مرة واثنين وثلاثة اعادة. زقها رامي ربيعة 10/10 نفس كورة زيزو، لكن هنشوف ابراهيم نور الدين والقرار. لغى ركلة الجزاء. مش بقول لحضراتكم الصورة بألف كلمة. علي معلول مرة تانية للسولية، الكرة الأمامية عابرة الخطوط، اتأخر، ودي لمسة راسية خطيرة من المسلوسي. اتردد عواد، لكن المسلوسي 10/10. محمد مجدي قفشة، احمد عبد القادر يطلع، عمر كمال عرضية، ودي التسديدة، لكن فين كورة حلوة المرة دي، عرضية عمر كمال في مساحة وفي مكان عبقري عند رضا سليم، لكن فين يا رضا؟ حطها عالية تماما عن عرضة عواد. رضا سليم سيطرة كبيرة للعيبة النادي الاهلي، لكن بلا خطورة حتى الان. ادي محمد مجدي عدى وفات، ويحطها المرة دي عند عبد القادر، ودي كورة جول 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 جول. عبد القادر المغامر البديل بينجح في التسجيل في الدقيقة 73. عبد القادر شو في يوم الشو، يسعد الجماهير الحمراء بعد خد وهات وهات وخد، ودي ما ترجعش يا جدعان. في الدقيقة 73 أحمد عبد القادر يسجل أول أجوان ل
لمصلحة القلعة الحمراء. لكن بص شوف الحكاية، وبص شوف الحدوتة والكرة العرضية واللمسة القوية من القدم اليمنى، القدم الحديدية لأحمد عبد القادر المغامر اللي نجح في التسجيل بعد ما نزل كبديل علشان يعادل النتيجة أصدقائي في الدقيقة 73. ونعود من جديد كمان وكمان وكمان، والسهرة تحلى بتاني الإجوان، هدف أبيض والرد أحمر، وليلة ملا في الأحلام من قطبي كرة القدم المصرية، الزمالك والأهلي، وفرحة كبيرة للجماهير الأهلوية بهدف التعادل. هنشوف دقايق قوية، أحمد عبد القادر يعمل تمريرة، وسام يصطاد، وسام ويغير اتجاهاته، وتسديدة مرة تانية بترتد، ودي كورة بعرض الملعب خطير الفلسطيني وسام أبو علي. تمريرة عند وسام أبو علي لعبد القادر، عبد القادر، عبد القادر عايز يلفها، عبد القادر مكار، لكن عواد في الانتظار بيراميدز. لكن خلونا نشوف، ادي كوره وهجمه، وادي السليه. فين يا سليه؟ لازم تطمع يا سليه، مش ممكن، مش معقوله، كوره دبل باص وصل لمكان خطير، المرمى مفتوح على مصراعيه، صحيح في عواد لكن فكر في العرضيه وفكرش في التسديده القويه. بصوا حضراتكم قفشه وحاجاته ومحتاجاته، لكن كان واخد القرار ابو ليلى، والكل بيقول الكلام اللي بقول حضراتكم عليه. تتلعب الضربه الحره، ودي ضربه راسيه خطيره جدا جدا من رامي ولا السليه، الاثنين كانوا واخدين القائم الاول، لكن النادي الاهلي بيضغط، النادي الاهلي بيبحث بقوه وبينهي لقاء القمة 127 بقوة، لكن كان في راية وسفارة على السلية وعلى رامي ربيع. التبديل الوحيد للنادي الأهلي لم يجري كولر حتى الآن، على عكس جوميز اللي أجرى الخمس تبديلات وتعديلات. السناري هيلعب رمي التماس، تقدم حسام وتقدمت الأبراج، لكن رجع لاعبي النادي الاهلي، ودي كرة خطيرة وفرصة كبيرة ينقذها شوبير، ولسه العرضية ومنتهى الخطورة، وجول جول 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 في الدقيقة 87. فرحة مجنونة وفرحة قوية وعودة جديدة لسيف الجزيري. مش بقول لحضراتكم خد سيف وكمان سيف، ويطلع الفارس الابيض في الدقيقة 87 بتاني جول بعد كورة حيرة دايرة ما بين لاعبي الفريقين، علشان الزمالك الفتاك يفض الاشتباك، وتعلو الفرحة والسعادة على وجوه الجماهير، جماهير القلعة البيضاء، بعد كورة خد وهات ومحاولات سيف الجزيري. بصوا لحضراتكم الحكاية، وبصوا الرواية، وبصوا اللخبطة الدفاعية، ودي الكورة هل فيها خطأ في الكورة المقصية؟ هنشوف الحكاية، لكن حتى الآن سيف الجزيري هو بطل اللقطة المضيئة وبطل الحكاية، وهو الفارس الأبيض صاحب الأسلحة الفتاكة في لقاء القمة 127. 2-1 في الدقيقة 87 بيظهر في الكادر من جديد سيف الجزيري، كورة كانت بدايتها رمي التماس، لكن المداولات والمتابعات تتهيأ الكورة على طبق من ألماس على القدم اليسرى لسيف، علشان سيف يتصدر المشهد أصدقائي في لقاء القمة 127. 2-1 والفرحة الكبيرة فرحة الانتصار وكسر سلسلة الانتصارات، وآدي الأعلام وآدي الحركات وآدي الفرسان، فرسان القلعة البيضاء
بعد فرحتهم وسعادتهم وتقدمهم بتاني الاجوان. علي معلول بيلعب عرضية لكن على طول ابعاد عمر كمال والهجمة المرتدة وادي المساحات. سيد نيمار مميز في الانطلاقات. نيمار هيعمل ايه؟ عدى وفات لكن شوبير بيعمل ابعاد مرة تانية للسيد نيمار. دفاع الاهلي مش متواجد تماما، الكل متقدم للامام لكن عبد المنعم يعمل ابعاد. بنلعب في الدقيقة 7 والكل بيلم اوراقه لكن المظهر الغير طيب هو تأخير الكرات. كلما خرجت الكرة خارج البساط علشان كده اعتقد ابراهيم نور الدين هيضيف دقايق كمان. لكن في هذه الاثناء اصدقائي المشاهدين ابراهيم نور الدين يسدل الستار على اللقاء القمة، اللقاء المرتقب، لقاء القمة 127 وفوز للفارس الأبيض على المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد في اللقاء المؤجل من الأسبوع العاشر في دوري نايل، دوري النسخة رقم 65. مليون مبروك لجماهير نادي الزمالك ولاعبيه ومسؤوليه وجهازه الفني، وهارد لك لجمهور النادي الأهلي ولاعبيه وجهازه الفني ومسؤوليه. في الأخير أصدقائي لا يسعني إلا شكر حضراتكم على حسن المتابعة وحسن الاستماع. تحياتي أيمن الكاشف.